السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هالنهار ان شاء الله نقدم واحد الموضوع ديال مضاد حيوي فعال جد فعال وهو طبيعي للأرانب. هاد قبل ما نهضروا على هاد المضاد الحيوي اللي نقدروا نقدموه للأرانب ديالنا، نهضروا بعدا على الاسباب ديال الامراض وكيفاش علاش غادي نعطيو حنايا هاد المضاد الحيوي. شحال من واحد عنده واحد القطيع من الارانب حتى كيتفاجئ ان كاين واحد النوع من الامراض، اما في لمستوى المعده يعني او مرض فيروسي لا قدر الله او دموي. المشاكل اللي كتصيب في الحقيقه هي من السيكاليم. السيكاليم هو الاساس اللي يعني كنسمنوا به الارانب ديالنا. الا لاحظتوا كنتوا كتشريوا السيكاليم شي نهار وشوفوا هذاك السيد اللي غادي يبيع لكم السيكاليم، الطريقه ديال التخزين انه حط شي فوق شي، ما هاش السيكاليم على الارض بواحد المستوى. هذاك الهونغار باختراس ما كيكونش كبير بزاف، اسمو كيوقع كتلقى ديما عنده واحد القطه ولا جوج يعني مشوش كيتساراو تما. كتلقى عنده الفئران ضروري لانه كيكون كيبيع الزرع يبيع الذرة، ضروري كيكون عنده الفئران. واحد الانواع من البراغيث كيكونوا كاينين تما، اما الكوز اما بزاف ديال البراغيث اللي كيكونوا كاينين تمايا اللي حنا كنشوفوهم هادو، خلي اللي ما كنشوفوهمش. اذا ملي كتجيبوا نتوما هاد السيكاليم كتقولوا صافي راه الخنشه مسدوده، يعني انا حليتها وبديت كنعطيهم السيكاليم ولقيت ومرضوا لي وانا كنقي عليهم وكذا كذا. الامراض كيجيو من كيفيه التخزين ديال هاد السيد اللي غادي يبيع لكم هاد الخنشه ديال السيكاليم. حنا بعيد عن الموضوع غادي نديروا ان شاء الله واحد المضاد حيوي طبيعي، خلينا من الادويه، لا غادي نعطيكم واحد مضاد حيوي جد فعال ان شاء الله اللي غادي ديروه في المنزل ديالكم وباشياء بسيطه. نهضروا على ناس زمان سمو كانوا كيديروا الحقيقه هذه هي الطريقه اللي كانوا كيديروها، يعني اللي كيكون عنده قاطع كبير بزاف وبغى يعني يدير واحد المضاد حيوي باش يحمي هو نعتبره كمصل يعني حتى كتحصين الامراض. هذا المضاد الحيوي كانوا كيديروه بواحد الطريقه في الحقيقه خاطئه. كانوا كيشدوا الثومه والبصله والحامض وكانوا كيقطعوهم طرافي وكيديروا كيخلطوهم لهم مع العلف. هذا هو الطريقه الخاطئه. علاش؟ لان كان هذاك الاكثريه البصله والثومه كيطلقوا واحد الريحه اللي كتجعل هذوك الارانب كينفروا من 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 هذيك الرائحه ديال حقا رائحه كتعطيها خيبه وصافي انهم كي 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 ما كيبغيوش هذاك العلف كينفروا كامل ما كيبقاوش يبغوا ياكلوه كاع. من بعد الناس طوروا هذا الشيء سمو داروا هذه الطريقه هذه، اننا غادي نجيبوا بصله متوسطه غادي نغسلوها مزيان نقشروها نقسموها طريفات وكنغسلوها مزيان وكنقطعوا واحد أربعة ديال الفصوص ديال الثوم حتى هما. وهاد البصله عفوا خاصها تكون متوسطه الحجم ما تكونش كبيره بزاف، المهم بصله عاديه. ونجيبوا أربعة ديال الفصوص ديال الثوم فص يعني أربعة منه ويتقشر. وهاد يعني هاد المكونات غادي نديروهم مع العصير ديال جوج حامضات حامض كتشدوه جوج حامضات وتعصروهم وتشدوا العصير ديالهم. وهاد الخليط كامل يعني الخليط ديال البصله والثومه وجوج حامضات هادو يتخلطوا في واحد الاناء ديالاش ديال يطرو ديال الماء، يديروا مع يطرو ديال الماء. سمو غادي نديرو ملي غادي نديرو يطرو ديال الماء غادي نضربوهم كلهم في المولينكس، يعني خلاط كهربائي، غادي نخليهم يتخلطوا
والمفاجأة أنني صدقت واحد الوصفة يعني فعالة مع هذا الخليط، وهو ملويزة. ملويزة راكم عارفين اسمه هو الملويزة. ملويزة كيهدئ الأعصاب. هادو غير زيادة زدت أنايا يعني بالتجربة. ديروا واحد شوية ديال الملويزة في واحد السيترو وزيدوه مع داك ليتر ونص، مع داك ليترو اللي طحنتو، يعني تا يطيب الملويزة كديروه يطيب. منين يعطيكم هذاك الاخر ديالو الماء ديالو صفيوه، تزيدوه مع داك الخليط، يتطحن كلشي في خطره ويدار يعني في مصفات يتصفى. منين يتصفى كتشدوا داك الشيء شحال غادي يخرج لكم؟ تقريبا واحد يطرو ونص، ما بين يطرو ونص، يعني ليطرو اللي خلطتوا به المكونات وداك نص سيترو او قل من السيترو ماشي مشكل، ديال الملويزه يعني طايب مع الملويزه وتكبوه معاه. ملي تخلط كلش يتصفى داكشي، جيبوا صفايه عاديه اللي كتكون عندكم في الدار وتكب داكشي يتصفى. وهذا الخليط هذا ملي غادي تخرجوا واحد ليترو ولا يطرو ديال وكذا، نتوما المهم خرجوا يطرو. ملي تطحنوا داكشي خرجوا منه يطرو. رانا داك ليترو هذاك كتحتفظوا به وتكبوه مع من مع 10 يطرو، مع 10 يطرو يعني جوج بوديزات ديال 5 يطرو او بوديزه وحده يعني قنينه كبيره ديال 10 يطرو، تكبوا معها هذاك هذاك الليتر اللي استخلصتوه من هذه المكونات. تما كتحصلوا على 10 يطرو. هذاك ال 10 يطرو كتحتفظوا عليها. اول حاجه كتديروا هاد الوصفة هذه كديروها لمدة 3 أيام، ياك؟ ملي كديروها لمدة 3 أيام، يعني المدة اللي غادي أولا هاد المدة اللي غادي تبقى تعاودوها من 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 يعني درتوها هاد السيمانة 3 أيام، صبروا واحد 3 أسابيع أخرى وعاودوا لهم عاوتاني الوصفة، كديروها لهم مع الماء، يعني هذاك داك الماء العشرة يطرو كتبقاو تكبوه في الماء او تعطيه لهم داك الماء ديريكت، لان هذيك الساعه ما غاديش يكون يعني مركز، غادي يكون مخفف، لان يعني يطرو واحد درتو مع 10 يطرو ديال الماء، هذاك الماء تبقى تعطيهم منه، تحتفظوا به واحد الجهه وتبقى تعطيهم منه. منين تبقى تعطيهم منه؟ من ثلاثه الاسابيع لثلاثه الاسابيع. واللي غادي يسولني غادي يقولوا لي حكا واش هاد الوصفه صالحه لكلش، غادي نقول لهم صالحه لجميع الارانب، يعني للصغار والفيطام العشر الانثى اللي كتكون يلا حامله، اي حاجه بغيتوا تعطيوها لها، يعني هو في حقك يتعطى القطيع كامل، القطيع كامل اعطيوهم وما تخافوش. وهاد الوصفه هذه كنا متاكدين انها مجربه، تايلي الحمد لله اللي ما كانش داير الدواء يعني التحصينات، راه هاد الوصفه هذه الا كانت شي مشكل في شي يعني جبتو مع السيكاليم ولا شي حاجه، راه مضاد حيوي فعال. اولا البصله، شنو كدير البصله؟ فاتح للشهيه. كاين اللي كيقول لك لا الفيتامين راه فاتح للشهيه، بصح الفيتامين حتى هو كيفتح الشهيه، ولكن هذه وصفه مجربه، البصله بوحدها راه فاتح للشهيه. الملويزة كيهدئ الأعصاب وكيداوي الكرش، يعني كيرخف الكرش، إذا كان شي تعصبات في الكرش كيرخف الكرش. الثومة خلاص، الثومة راه مضاد حيوي فعال وشديد الفعالية. الثومة راه بوحدو راه حنا كنديرو، أنا الإنسان وراه كيدير مثلا كاين أكلة وكيدير معاه كيرمي معاه واحد الفص ديال الثومة. الثومة علاش كيرمي هذاك الفص ديال الثومة؟ راه مضاد حيوي، يعني كتستعمل كمضاد حيوي. اذا هاد الوصفه هادي تبقاو تستعملوها من 3 سيمانات ل 3 سيمانات، هذيك ال 10 يطرو اللي استخلصتوها تبقاو تعطيهم، غير تفكروا ديروا دونوا داكشي وبقاو تعطيهم. اذا هاد الوصفه الا كنتو درتوها حاولوا انكم باش تاكدوا عاودوا الفيديو بزاف المرات باش تسمعوا كيفاش الطريقه، يعني شرحت الطريقه ولكن راها في الحقيقه بمقادير
يعني ما ديروش بزاف ما ديروش شويه. هذه وصفه انا جربتها مرارا وتكرارا، كتنفع للصيف، تنفع للخريف، سميتو ديك الامراض الفيروسيه اللي كتصيب من عام لعام. الناس بكري ما كانوش كيديروا الدواء، ما كانوش كيديروا الابره، ما كانوش يعرفوا مساكن سموهم هي الابره كاع، الدواء ما كانوش كيعرفوا، كانوا كيديروا هذه الخلطه. وانا راني جربتها الحمد لله، راها فعاله فعاله فعاله. اذا هذا هو الموضوع ديالنا ديال هذه الحلقه. اللي مازال ما شاركش معنا يشارك معنا، تكيو على زر جيم ساندونا، تكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.